الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. أنا ابن فاتحة الكتاب منذ الطفولة والشباب، أنا ابن ياسين الحبيب لمن أراد الانتساب، أنا في الأعراف سني أمشي لا أهاب، أنا ابن مريم وطراب إذ بهما فصل الخطاب، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح فودة أراه خلفي قد ارتقى منصة التلاوة كي يمتعنا بيان مسك الختام. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن الله خبير بما تعملون. ولا تقولوا كالذين نسوا
نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بسم الله هم الفائزون. لا يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على
إلا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله يشركون
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية مطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي يا عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصل على سيدنا محمد عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا وغفرته ولا مريضا إلا وشفيته ولا ميتا إلا ورحمته ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما وددته
ولا طالبا إلا نجحته ولا ظالبا إلا وهديته ولا مظلوما إلا ونصرته اللهم ارحمنا بالقرآن يسر لنا أمورنا بالقرآن اشرح صدورنا بالقرآن اشفنا بالقرآن وداونا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن وزيننا بالقرآن وزيننا بالقرآن ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن جاف الأرض عن جنوبهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال بالقرآن أدخلنا وأدخلهم الجنة بشفاعة القرآن اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك اللهم أفسح له في قبره مد بصره اللهم جاف الأرض عن جنبيه اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز يا رب عن سيئاته شفع يا رب فينا وفيه القرآن والصيام والصلاة والزكاة والقيام شفع يا رب فينا وفيه الحبيب المصطفى العدلان اعتق رقابنا ورقبته من النار اجرنا واياه من النار اللهم ادخلنا واياه الجنة مع الابرار اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله ولسائر أموات المسلمين اللهم أحسن ختامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة قضيت على خير هذه الليلة القرآنية المباركة عشنا وإياكم مع مسك الكتاب تلاه علينا ذلكم العلم القراني فضيلة القارئ شيخ عبد الفتاح فودة القارئ بمصر والعالم الإسلامي وابن قرية النعمة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الإنارة الحديثة والكهرباء والهندسة الصوتية إدارة الحاج مهدي أبو نعمة وأولاده والمقيم بزهرة شكر كبرى قصور الضيافة الذهبية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج خضر الحداد والمقيم بالصناعة كما قدم مصر الراحل الكريم بكل ما فيه باسم عموم عائلات فراج وتقدمونا بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى الى هنا لتأدية واجب العزاء ولكم تحيات مصور هذه الليله المهندس ناصر صلاح والذي ينقل لنا هذه الليله عبر اسير قناه سفراء القران الكريم وتنا اخوه الايمان والاسلام شكر الله مسعاكم
معاكم رحم الله موتاكم وسبحانك له الدوام. وسعدت مع حضراتكم من أسرة المذاعين إسلام فهمي شاهين حتى يدوم لي لقاء آخر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.